دوره دموعات كاوية خصائية مرض القلب والشرايين وموضوعنا حول ارتفاع الضغط الدموي. أهلا بك دكتورة. صباح الخير لالا جيهان، صباح الخير مستمعينا الكرام. مرحبا، ودائما مواضيعنا مختلفة حول مشاكل القلب والشرايين. ارتفاع الضغط الدموي ممكن أنه يصاحب الواحد تقريبا لسنوات وما يمكنش يكتشف يعني أعراضه. دكتورة هدى، فعلا لالا جيهان، فارتفاع الضغط الدموي هو حالة مرضية مزمنة كيكون فيها الضغط الدم مرتفع في الشرايين. هذا الارتفاع كيطلب من القلب انه يخدم بجهد اكثر من اللي موالف باش يقدر يوصل الدم لباقي الاعضاء. فكيف ما قلتي، الاعراض ديالو تقدر تكون صامته، هو مرض صامت وكيتسمى بالصامت القاتل. لهذا خصنا يكون مراقبه دوريه لهذا الضغط الدموي انطلاقا من 40 و 45 سنه. فبالنسبه للضغط الدموي كاين جوج ارقام هوتنير، كاين الضغط العلوي وهو لا تونسور تريال سيستوليك اللي كتراوح بين 100 و 140 ملم ديال الصبغ، والضغط السفلي او لا تونسور ارتيريال ديستوليك اللي كتراوح بين 60 و 90. يعني هنا فين كنقولوا راه طالع ليه طونسيون، راه هابط طونسيون. فوالا، كنعتبروا يعني ضغط الدم مرتفع ملي الضغط كيزيد على 140 في الضغط العلوي و 90 في الضغط السفلي. وكيف ما قلنا المشكله ديالو انه مرض صامت، وحاجه واحده اخرى انه ما كاينش علاقه بين مستوى الضغط وبين شده ديال الاعراض. بعباره اخرى ان كاين ناس اللي يقدر يكون عندهم ارتفاع خفيف في الضغط يقدروا يحسوا باعراض كثيره، وفي حين ان واحد اخرين ما يقدروا يحسوش كاع بالاعراض الوغ كو الضغط كيكون مرتفع جدا. طيب فوالا، ونقطة أخرى، فالأعراض ديال الضغط الدموي هي غير مميزة للمرض، يعني المريض يقدر يحس بالأعراض ديال الضغط ويقدر يفكر في مرض واحد آخر. هاد الأعراض تقدر تكون إما ألم في الرأس كتخليه يفكر أن عنده شي حاجة في راسه، ولا الدوخة، ولا فقدان الوعي، ولا ضبابة في العينين. يقدر يحس بإرهاق، ولا طنين في الأذنين، ولا كيقولها السلطان في الأذنين. يقدر يحس بإحمرار في الوجه، ولا يقدر يكون عنده نزيف في الأنف. نزيف الأنف كذلك مهم أننا نسطروا على هذه المسألة، لأن الكثير كنقولوا كيرعف، ولكن كيرعف أيه عادي، ولكن ملي كتكرر دكتورة ممكن يكون عرض من الأعراض ديال اكزاكتومون. داكشي اللي قلت لكم أن الأعراض هي غير مميزة. نعم. ويقدر الواحد يفكر أنه عنده مشكل في الأنف، ولكن راه هو الضغط الدموي اللي كيكون طالع. للأسباب، بالنسبه لاسباب ارتفاع الضغط، فكاين اسباب لحظيه كتمسؤوله عن ارتفاع لحظي للضغط الدم، وهي اسباب طبيعيه وفيزيولوجيه بحال المجهود البدني، التوتر، الالم. في هذه الحاله كنهضروا على ارتفاع الضغط لحظي. اما اسباب ارتفاع الضغط المزمن، ففي اكثر من 95% من الحالات ما كيكونش سبب واحد مباشر، ولكن هو تداخل مجموعه من العوامل بحال السن، التدخين، السمنه، قله النشاط الرياضي، مرض السكري، اكثر من تناول الملح، ولا اكثر من شرب الكحول، بعد ادويه ممكن حتى هي. هذه انا مازال نطرق لها في واحده اخرى. بالنسبه لهذه العوامل فكاين حتى العوامل الوراثيه. اما في 5% من الحالات فالضغط الدموي يقدر يكون ناتج على سبب، وبمجرد المعالجه ديال هذا السبب يقدر الضغط يرجع لمستواه الطبيعي. وهذا الاسباب كتسموا اسباب ثانويه، وكيف ما قلتي يقدر يكونوا ادويه بحال الكورتيكويد ولا حبوب منع الحمل. يقدر يكون اضطرابات هرمونيه، اما هرمونات ديال الغده الدرقيه، ولا هرمونات ديال السيرينا اللي من الغده كتكون فوق الكلي. نعم. وبإضافة إلى الضيق في الشرايين الكلوي، ولا الفشل الكلوي المزمن، فهم يقدروا يعطيو ارتفاع ضغط الدم ثانوي. طيب، انعدام النشاط البدني كذلك ممكن أنه يكون كذلك من العوامل الخطرة كذلك. نعم، فانعدام النشاط البدني كيف ما قلت لك هو من بين العوامل اللي كتداخل بعضياتها وتقدر تشكل عامل اساسي في تكون. نعم، التغذيه مثلا، قليله البوتاسيوم مثلا، سورتو الاكثار من تناول الملح. طيب. هو اللي يقدر يعطي ارتفاع ضغط الدم. طيب دكتوره، بالنسبه للمضاعفات ارتفاع الضغط الدموي ولا ضغط الدم. نعم، فكيف ما قلت لكم هو مرض صامت ونقدروا نكتشفوا على اثر المضاعفات ديالو. فارتفاع ضغط الدم يقدر ياثر على القلب اولا، ويعطي انتفاخ ديال العضله ديال القلب، ولا يعطي فشل في العضله ديال القلب، ولا توقف القلب، اصابه
اصابه الشرايين التاجيه ديال القلب وتعطي ديك الجلطه الصدريه، وبالتالي يقدر يكون المضاعفات بين المضاعفات ان تكون اكثر قلبيه، يقدر يكون المضاعفات على مستوى الراس كيف ما قلنا في الحلقات السابقه، ارتفاع سريع وكبير ديال الضغط يقدر يؤدي للجلطه الدماغيه النزيفيه ولا الانسداديه. كاين مضاعفات كذلك على مستوى الكلي، فضغط ارتفاع ضغط الدم المزمن يقدر يؤدي لفشل كلوي حاد، ولا مضاعفات على مستوى العينين تقدر تأثر الشبكية وتقدر تؤدي لا قدر الله إلى فقدان البصر. ممكن أنه كذلك يسبب كذلك في مشاكل في الذاكرة أو في صعوبات الفهم مثلا؟ نعم، فبين بين كقولتك يقدر يؤثر على مستوى الرأس ويؤدي الجلطات الدماغية الانسدادية ولا نزيفية، هي اللي هذه الجلطات اللي تقدر تعطي مشاكل في التفكير وفي الكونسنتراسيون في التركيز إلى غير ذلك. في تشخيصكم لارتفاع ضغط الدم؟ فالتشخيص هو القياس، هو القياس ديال ضغط الدم. والقياس قبل ما نهضروا على القياس، فداخل العيادة صعيب علينا أننا نشخصوا بطريقة دقيقة ومدققة لارتفاع ضغط الدم، لأن الواحد كيكون شوية مخلوع، خايف شنو غيقول له الطبيب، فبالتالي يقدر تكون كيتجلى غير بارتفاع ضغط دموي لحظي كيف ما هضرنا قبيلة. أما في التشخيص ديال ارتفاع ضغط الدم المزمن فكاين جوج طرق، إما تشخيص المريض كيقيس الراس الضغط ديالو، فإما كيقتني جهاز قياس الضغط ولا عند الصيدلية القريبة ليه ولا في أقرب مستوصف، وكنصحو أنه يعبر طونسيون ثلاث مرات في النهار لمده ثلاثه الايام متتاليه، وكيجيب لنا كيقيدها في ورقه وكيجيبها لنا، ديك الساعه نقدروا نديروا التشخيص ديالنا ديال ارتفاع ضغط الدم. في الحاله الثانيه وهي الحاله الاكثر تدقيق، وهو الهولتير ولا قياس جهاز قياس الضغط الدموي لمده 24 ساعه اللي كتواجد في العياده امراض القلب. فالطبيب كيعطي للمريض ذاك الجهاز اللي كيقيس الضغط الدموي كل 15 دقيقة ولا كل 20 دقيقة، وبالتالي كتكون عندنا تشخيص مدقق لهذا ارتفاع ضغط الدم. طيب بالإضافة إلى 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 بغيت نشير واحد النقطة واحدة أخرى، فبالإضافة إلى القياس ديال ضغط الدم والتشخيص ديالو، فالطبيب ملي كيشخص ارتفاع ضغط الدم خصو يشخص واش كاينين مضاعفات، لأنه كيقول لنا مرض صامت يقدر يكون كاين سنوات كثيرة وحنا ما مكتشفينوش، فكيقوم الطبيب بتحاليل دموية ويقدر يدير تخطيط ديال القلب ولا كشف القلب بالصدى ما يسمى بالتلفازة ولا ليكوغرافي دوبلير ديال القلب، يقدر يقوم حتى باستشارات عند طبيب العينين باش نشوفوا واش ما كاينش تاثيرات على ضغط الدم على الشبكة. طيب في العلاج كيفاش ممكن انه صاحب هذا المشكل هذا يتعايش مع هذا الارتفاع هذا ديال ضغط الدم؟ اولا العلاج هو علاج لمدى الحياه، لانه مرض مزمن ما كنتمناوش ما كنقولوش انه غيتداوى من هذا الشيء الا كان سبب تناول غيعيش معاه المريض. عايش معاه كيعيشوا مع المرض. فاول اول اول مرحله ديال العلاج هو نظام الحياه المتوازن، يعني غذاء ناقص ملح. فغالبا ما كنصحوا للمرضى انهم يديروا غير الخبز المسوس الماكله كياكلوها مع دارهم، باش ما كتبقاش ديك ما كتكون دائما داك الادماج في الحياه العائليه. تقليل من الدهنيات، محاربه السمنه، وبيان سور النشاط كنأكد عليه دائما هو النشاط الرياضي المنتظم، لان الرياضه كتحاول ان تهبط هي من ضغط الدم. المرحله الثانيه ديال العلاج هي استعمال الادويه. فوالا كيكونوا فكاين ادويه كثيره، والطبيب كيختار العلاج المناسب على حسب الحاله ديال المريض. واخيرا النقطه الثالثه ديال العلاج وهي المراقبه الدوريه. فالمراقبه الدوريه ما كتكونش غير بقياس ضغط الدم، فالطبيب كيطلب من المريض يجي بفاسون دوريه ومنتظمه، باش إضافة إلى قياس الضغط كيشوفوا واش كاين مضاعفات ديال المرض، إضافة إلى مضاعفات ديال الأدوية اللي تقدر تكون حتى هي تعطينا مضاعفات عند المريض. شكرا لك دكتورة هدى معاد كاوي، أخصائية أمراض القلب والشرايين بمدينة الدار البيضاء. خليناك على خير.